مسابقة البيانات المفتوحة تم انطلاقها من الأسبوع الماضي، يعني التسجيل مفتوح إلى تاريخ 7/4 بإذن الله. المسابقة هي مسابقة عبر الإنترنت، ممكن الشخص يشارك فيها من أي مكان، ما شرط أنه يكون موجود في مكان معين، تمتد لمدة 2 متتاليين. الفكرة هي أن لازم يوجد فرصة جديدة أو يحل مشكلة موجودة في أي قطاع من القطاعات المستهدفة اللي نحن حاطينها في المسابقة، يحللها المشكلة باستخدام البيانات المفتوحة طبعاً التابعة للجهة المعنية.